مسكينة ما نجلت على صغر سنها. هي قالت لي أب أربع شهور عنده اللي توفى رجلها، أب أربع سوابع عنده رجلها، أب ما فهمتكش. وهندي بكوش بكوش دواء باش ندخلو في قلب السيستم. دام دام مريتي يا مريتي دام انتي بركة تعرف حكايتي. حمدون ايش اشي الخبز؟ شكور سيدة الحومة الاولى. انني موسى مرت انني موسى انا مرسي عسخوي اوفاد مرشيك تدخل زفر دربك خالي زغرت شدة بلو وبدأ دب 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 معاسي سارولي كيل وسخة في الحومة. مرقوم من نوم نجيك تحب تضمك من يديك كرشي هي تقيد قلبي وقلبي زريت بلا زيت ناكل بنزين مادام انت اللي وكل ما نجي نجيك. انا قلت ان المشال هواد دي هي مزج بين الشهوات والملهيات زي الاستماع للموسيقى مثلا او الفرج على الافلام. ماما ما. واضاعة الوقت قدام التلفزيون. واضاعة الوقت قدام ايه؟ التلفزيون. اي حكايات صعوب عليك. رمضان السنة محليها لمتنا.